مساء الخير واهلا بكم وشرفتونا ونورتونا في حوار مفتوح مع الاستاذه والاديبه فاطمه العود. بتوجه اولا بالشكر لمركز دان بالتعاون مع مؤسسه الامور بلا حدود المجريه على استضافه اول ندوه واول لقاء لدينا للاستاذه فاطمه عام 2017. وطبعا نتقدم بالشكر للاستاذه فاطمه لوجودها في وسط قرائها ومتابعيها والحضور الكريم. هنبتدي فكره بس عن تلفيق اداره الحوار النهارده او الشكل الاوتلوك الخاص بيه. سنودين اليوم حوارا مع الاستاذه فاطمه العود نتحدث فيه ونطرح من خلاله مجموعه من الاسئله عن اعمالها، مواقفها الفكريه، رؤيتها لمستقبل الثقافه في مصر، اشكاليه وقضيه التنمير، سنطمئن اكثر عليها بعد معركه جاريه في ساحات المحاكم، وبالتاكيد سنسالها عن كتابها الجديد حوار مع صديقي المتطرف. هيكون في وقت فيما بعد مجموعه الاسئله اللي هنردها مع الاستاذه فاطمه، لان احنا ناخد اسئله من الحضور، وفيما بعد هيكون في فرصه لحفل توقيع كتابها الجديد. الكتاب موجود في الخارج في القاعه الخارجيه، لو حد من حضراتكم عايز ان هو يقتني نسخه ممكن يتواصل مع الاستاذ كيتر من المركز هنا. بالنسبه للاسئله اللي هنتلقاها انا هستاذن حضراتكم انها تكون بعد ما ننتهي من الحوار، يعني ما يبقاش في مقاطعات، هنخصص وقت كويس جدا جدا لهذه المداخلات. بدءا كان في كلمه افتتاحيه. فاطمه نعوس غنيه عن التعريف، هي اديبه وكاتبه ومترجمه، ولطالما كانت تعبر هي بصور شتى عن اعتزازها بمصريتها وانتمائها لحضاره ارض الكنانه، فهي مصرية أبا عن جد وأما عن جد. بالرغم أنها تخرجت في كلية الهندسة إلا أنها تكتب مشرق جراح تصوبه بمهارة باتجاه العيلة التي أصابت جسد الوطن فجعلته يعاني ويئن من التطرف. عقدت العزم على أن ترفع الحجاب من على العقول. قضية المواطنة شغلت فكرها ووجدانها، فاصطف ضدها دعاة التعصب الذين يفلسون مجهوداتهم لنشر ثقافة اللا تسامح. خاضت معارك دارية في وجه الأصولية، أشهرت سلاحها المفضل ألا وهو القلم، فكتبت سطورا من نور في الظلام الدامس. كتبت ما يستفز ضميرها ومصريتها ووطنيتها، فاستفزت من أرادوا كسر قلمها. فهو من الأقلام التي تصدرت وتصدت بجسارة للقوى الرجعية، وبقلمها أمطرت المتطرفين بوابل من رصاص الشريعة والمنطق. ارتبطت أنا وغيري بقلمها الرشيق الصريح الذي كان كثيرا ما يعبر عما يدور في ذهني كإنسانة ومواطنة مصرية. فاطمة نعوت واجهت المتطرفين بالشجاعة، ولسان حالها يقول: لماذا تسطحون فكرتنا عن الله؟ الله هو العدل، هو الكريم. لماذا تشوهون أنتم الله وتجعلون منه سجانا كلما اختلف أحد معكم في الفكر والتأويل؟ ولا عجب هنا أن تتعرض للملاحقات والتصيد في محاولة لإرهابها طارة وإسكاتها طارة أخرى. يقول البعض فاطمة نعوت ليست فوق المساءلة. صحيح، ليس هناك شيء في الحياة فوق المساءلة، تماما كما قال الناقد المصري الراحل غالي شكري: الثقافة والفكر والمفكرون كأي نشاط وفئات أخرى يخضعون للمساءلة، ولكن المساءلة في الفكر لها عنوان: النقد وليس المحاكم. الحقيقة أنا عايزة أشارككم قصة صغيرة حصلت يوم 29 يونيو يوم الاثنين 2015. أنا كنت نازلة في طريقي للشغل، وفجأة وأنا نازلة سمعت صوت دوي وانفجار كبير جدا. العماير اللي في المحيط اتهزت جامد، ولما نزلنا الشارع على بعد أمتار شفنا تصاعد أدخنة، وعرفنا بعد كده إن في حدث إرهابي حصل في شارع عمار بن ياسر. الحدث ده فيما بعد عرفنا إن هو اغتيال النائب العام هشام بركات اللي كان قريب من المسرح. أنتوا شفتوا طبعا الصور في التلفزيون.
انما اللي شاف الموضوع على الارض هي كانت اشبه بساحه من ساحات الحرب. انا قعدت ادور على اي معلومات بعد اغتيال النائب العام زينا كلنا، وفجاه بتظهر قدامي تغريده لفاطمه نعوت. التغريده بتنعي في النائب العام، بتقول بنعزي النائب العام وبتدين هذا الحادث الارهابي. من مفارقات القدر، ولربما كان علينا الانتباه، ان النائب العام السابق شهيد مصر السيد هشام بركات هو من احال بلاغ ضد فاطمه نعوت الى المحاكمه بتهمه ازدراء الاديان في ديسمبر 2014، اي شهور قبل اغتياله على ايدي عناصر جهاديه مسلحه. الارهاب الذي اغتال النائب العام هو من يهدد استقرار البلاد، وليست فاطمه نعوت التي تكتب في سجيل المواطنه. هلل الارهابيون فرحا يوم مقتل النائب العام، بينما نعت نعوت النائب العام. فاطمة نعوت وإسلام البخيري وغيرهم ليسوا هم من يقتلون جنودنا في سيناء ولا في الوادي الجديد زي اللي حصل امبارح، بل هم من يحاربون الفكر الذي يصنع هذا الإرهاب. أفلا تعقلون؟ وهنا مربط الفرس وبداية الحوار الذي نستهله مع الأستاذة فاطمة نعوت. نورتينا المرة الثانية. المادة 67 من دستور 2014 كانت مادة كتير جدا من المدعين والكتاب بيقولوا انها مادة مهمة ولحظة فارقة لانها بتحمي المدعين. لكن في نفس الوقت في جملة في اخر هذه المادة بتنسفها. لا يمكن ملاحقة الكتاب او الفكرة او الكلمة المكتوبة يعني، لان احنا ممكن نختلف على ايه هي الفكر والابداع ولكن المقصود الكلمة المكتوبة، الا عن طريق النيابة. وهنا هو مش بيحمي مبدع، هو بيقول لي انا ممكن الاحقه عن طريق النيابه العامه. قضايا ازدراء الاديان والحسبه ابتدع المثقف المصري ما بين مطرقه السجن وسندان الارهاب. الى اي مدى يتم استغلال هذه القضايا في تكميم الافواه؟ وانت تعايشتي معاها ازاي؟ شفتي القضيه اللي انت مريتي بيها ازاي؟ مساء الخير. بداية أنا بشكر كل القائمين على هذه الندوة الطيبة وعلى دعوتي. أتشرف فعلا أن يكون أول لقاء جماهيري لي بصحبة هذه الكاتبة الجميلة وهذا القلم النايم، قلم الأستاذة رواق، لأنها بالحق يعني كاتبة تكتب بحس الشعر وشكل نقي وبشكل محترم وبشكل عميق. بشكر مركز دال وبشكر الحضور الكريم كله، وسعيدة أن أنا في وسطكم في مصر تاني. يعني المادة 67 نعم يعني زي ما انت قلتي انها بتمنحنا الحرية بيد و تسحبها بيد أخرى حينما تقول أن تحريك القضايا ضد الكتاب وقضايا الرأي لا يكون إلا عن طريق النيابة، وبالتالي فأي عابر سبيل يستطيع أن يرفع دعوى قضائية ضد أي كاتب ويتابعها حتى تحول من النيابة. ولكن هناك مادتين أخريين تحميان حرية الرأي، وبشكل صريح في الدستور المصري الجديد المحترم أن لا عقوبة سالبة للحرية على رأي مهما كان هذا الرأي ما لم يقع في ثلاثة مناطق. الأولى أن يكون هذا الرأي محرضا على عنف، أو يكون هذا الرأي يعني مشعلا، انا طبعا مش هقول الكوتيشن بالظبط بس هذا هو المعنى، محرضا على عنف او مشعلا او يزكي الفتن الطائفيه او النعرات العنصريه، يعني مسلم مسيحي نوبي قاهري، اي نعره عقديه او عرقيه الى اخره. او الحاجه الثالثه ان يخوض في الاعراض، انك
تلوك عرض اي حد، هذا ده حرامي، ده كذا ده كذا، او تلوك في شرفك او اسمك. ثلاث حاجات دول ده طبيعي جدا انهم يغرمون، هذه الامور تغرم، من يحض على عنف او على العنصريه او يخوض في العرض. فيما عدا هذا لا عقوبة سالبة للحرية. طب احنا ازاي بنتحبس؟ ازاي انا اتحبست او عليا حكم؟ يعني انا حتى ما اخدتش براءة، انا عندي 6 شهور فعلا، يعني انا معاكم هنا عشان تاريخي مشرف بس. يعني في حيثيات الحكم اللي اخدتها الحقيقة كانت قاسية جدا وتدني بقوة، ولكن القاضي المحترم او هيئة القضاء المحترم أقرت بأن تاريخي ناصع وشريف، وبالتالي أخذت إيقاف تنفيذ. وإزاي إسلام اتحبس وإزاي آخرين حبسوا رغم أنهم لم يقعوا في الـ3 محظورات اللي قلنا عليها، العنف والفتنة الطائفية أو العنف والعنصريات والخوض في الأعراض، لأن الدستور بعده لم يطبق. فاحنا شغالين بالقانون القديم، قانون العقوبات القديم، وهذه المادة طبعا 98 واو من قانون العقوبات القديم اللي هي مسمى يعني بإصدار الأديان، ما زالت هذه المادة سارية. حينما يفعل قانون يعني لجنة تشريعية في البرلمان إن شاء الله تبتدي تشتغل يعني وتفعل هذا الدستور، ستختفي هذه الأمور بإذن الله. فالدستور عشان كده كنت انا لاخر لحظه قبل ما اخد الـ3 سنين، وبعد ما خدت 3 سنين يعني كنت يعني بقول بملء الفم، انا الدستور يحميني، انا محميه بالدستور. كنت فاكره ان الدستور بما ان هذه الماده موجوده فانا محميه بها، لكن انتوا شفتوا يعني مش عايزه اعيد ما حدث، انتوا عارفين اللي حصل. هو تعقيبا على فكره الماده 98 من قانون العقوبات الفقره واو، هناك اراء بتقول ان هي احنا محتاجينها عشان نقدر ان احنا نحمي مصر من الاعتداءات الطائفيه والى ذلك، لكن الحقيقه يا استاذه فاطمه احنا عندنا مادتين اخريتين في قانون العقوبات، الماده 160 و161، وهي قوانين او مواد اقدم من الماده 98، فممكن انها تتكفل بهذا الدور لان هي بتلعب في المنطقة اللي حضرتك اتكلمتي عليها، اللي هو عدم التحريض، عدم الإيذاء الجسدي، أو عدم التشهير بـ ولو تحبوا إن أنا لو أحبيتوا إن أنا أقول لكم التأصيل التاريخي للمادة 98 واو، لو أظن أن الناس كلها عرفتها لأن إحنا اتكلمنا عنها كتير، لكن خلينا نقولها تاني عشان يزيد اندهاشكم على من تسلط هذه المادة. المادة دي اتعملت سنة 82 في بداية 82، وكانت السبب في لو انتم تذكروا كان في أزمات طائفية ضخمة جدا، الزاوية الحمراء والكوش، الزاوية الحمراء كانت في هذا التوقيت، وبعدها نعم كان المتطرفين والتكفيريين الإسلاميين يعني أساءوا جدا لإخواتنا المسيحيين في الجنوب، خاصة في جنوب مصر. فكانوا يصحوا المسيحيون يلاقوا مرسوم على أبواب دورهم عبارات بذيئة يعني تنتقص من الدين المسيحي ومن رموزهم المسيحية إلى آخره بشكل بذيء جدا وشكل فج. فرئيس السادات يعني أحب يبدي أنه يعني رئيس لكل المصريين إلى آخره، فطالب بهذه المادة إنها مادة تحمي الدين من ازدراء الآخرين، من ازدراء المتطرفين. فالمادة دي اتعملت أصلا لحماية المسيحيين من تغول المتطرفين المسلمين، لكنها لم تعاقب إلى المسيحيين أو المسلمين المستنيرين اللي بيتكلموا عن حقوق المواطنة والعدل و زي مثلا الكتاب التنويريين اللي أنا يعني أجي في ذيلهم يعني. فالحقيقة هذه المادة فعلا لم تنصف مسيحيا. ليه بقى؟ ليه هذه المادة رغم أنها
معمولة لحماية المسيحيين لكنها لم تنصفهم، لأن المسيحيين عادة لا يطالبون، بيرفعوش قضايا كتير ضدنا، يعني هم مشغولين بحاجات تانية، مشغولين بأمور أخرى، ومش بيستوعبوا أوي فكرة إزراء الدين من منطق إيه؟ أنهم يرون أن الدين يحميهم، هم مش مطلوبين، مش مطلوب منهم يحموا الدين، هم المسيحيين مؤمنون أن الدين شرع لكي يحميهم، أن الله هو الذي يحميهم، وليسنا نحن البشر مطالبين، لسنا مطالبين بأن نحمي الله. لدرجة والتطبيق العملي على ده اللي أنا شفته يعني بعناية يعني لمسته، لما الشيخ حسين أبو إسلام، لو فاكرينه، فاكرين أبو إسلام، كان يعني حرق الإنجيل وبال عليه وعمل حاجات مش لطيفة يعني هو وابنه، فالمسيحيين طبعا اكيد زعلوا يعني. فانا على صفحتي علشان انا خجلت طبعا، احنا لما احنا مسلمين لما بيحصل اي حاجات من دي بشعر بالخجل وبشعر بالاستياء وكده يعني، ف زعلت جدا وكتبت على صفحتي كلمه مواساه او كلمه يعني تعزيه لاخواتنا المسيحيين، وقلت لهم يا جماعه ما تزعلوش ويعني سامحونا ولا تحاسبونا على ما فعل السفهاء منا، وكنت غاضبه يعني. ففوجئت بردود في منتهى العجب، اكيد انتوا هتشوفوا حاجات، شفتوا حاجات زي دي في ردود فعل مذبحه البطرسيه وغيره مما تذهل يعني. قالوا لي انت زعلانه ليه؟ احنا مش زعلانين ولا حاجه، هو ما حرقش الانجيل، ده هو حرق شويه ورق، لان الانجيل في قلبنا. شفت المنطق يعني؟ عايزاكم تتاملوا فكره المنطق ده، هو ما حرقش هو ورق، الانجيل فعلا مش يعني مش 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 قصة الورق اللي اتكتب عليه الإنجيل، لكن هما بيبصوا لها بشكل شوية مختلف عننا احنا يعني. مش بيحصل حاجات زي دي، مش بيحرقوا سفارات ولا بيروحوا يولعوا في، لما اتعمل كتاب شفرة دافنشي، رواية شفرة دافنشي، دافنشي كود، وهي الحقيقة الرواية حتى ترجمت العربي يعني، أكيد ناس كتير قريتها واتعملت فيلم بعد كده. الروايه دي بتقول ان السيد المسيح يعني روايه فيكشن يعني فيها خيال، فالمؤلف دون براون اي ثينك اذا انا فاكره قال ان السيد المسيح تزوج، وان السيد المسيح له ام واب يعني مخلف، ويعني يعني مدمر الفكره بتاعه المسيحيه، مش مطلعه اللي هو ابن عذراء ولا هو بتول لم يتزوج وكذا، يعني عامل فيكشن خيال يعني. لا شفنا الراجل اتطرد ولا اتحرق ولا اتولع فيه ولا كذا، بالعكس الفيلم الناس قالوا المسيحيين اللي هم يعني زي عندنا يعني السلفيين عندنا في المسيحيه ضحكوا، قروا الكتاب وضحكوا، قال لك ده خيال وحب، وبعد كده عملوها فيلم، اتعمل فيلم. انا بس عايزه اقول ان الفرق في تلقي الامور بين المسلم والمسيحي، عشان كده الماده دي اللي اتعملت حماية المسيحيين، المسيحيين ما استفادش بيها، لأن هو ما رفعش قضايا. المسيحيين مهما حصل قالوا لك خلاص أنت ربنا يباركك ومش عارفة هو باركوا لا عينيكم أحسنوا إلى آخره، فهو لما عشان كده كان والدي بنام لطيف الشيخ بتاعنا الظريف اللي دمه خفيف ده، لما كان يقعد يشتم ويقول لهم يلا أنا بشتمكم باركوني بقى، يلا أنا بلعنكم باركوني. فالمادة يعني الحقيقة لم تفد من سكت هذا القانون، لم يفد من سك من اجله، ولكنه انقلب على من ينتصرون للعدل والمساواه والخير كذا، وعلى المسيحيين نفسهم، معظم اللي في السجون المسيحيين مسجونين بهذه الماده يعني. هي فكره النقطه اللي حضرتك لمستيها، هي فكره اباء المشاعر الدينيه، وان احنا محتاجين نقول ان اباء المشاعر مقصود فيها الاباء المادي، يعني الاباء المادي اللي بيقع على الاخر. احنا احيانا نتناسى ان من يحمل على عاتقه قضيه ويكرس وقته لها انسان، يعني احيانا بنتناسى البعد الانساني. واحنا بنقدر ونحترم فيكي ان حياتك الشخصيه بعيده تماما عن كل الجولات والصولات والمعارك، ولكن انا اعرف ان ابنك مازن وابنك عمر وزوجك واسرتك وهم بيقفوا معاكي في المعارك دي، مفيش مرة قالوا كفاية. خليني كمان أحط سؤال تاني، أنتي مش في يوم بتقولي يعني مازن
انا عمر عنده توحد يعني، ف مش متابع القصه قوي يعني، ولكن مازن ابني في بدايات ثانوي بدا يلاحظ الحكايه ويلاحظ لحظه اللي بكتب عن الحكايه دي، وقال لي كلمه لطيفه جدا والهمني المقال، اول مقال كتبته في يوم السبت. قال لي يا ماما الاول قال لي ايه، كان داخل اظن ثانوي بدايه ثانوي نهايه الاعدادي مش فاكره، فبقول له مين اصحابك وكذا، فقال لي محمد واحمد وعمر ومش عارفه كذا، قلت له ما عندكش اصحاب مسيحيين؟ قال لي ازاي يا ماما ده الانتين بتاعي مسيحي بس طيب. وقتها كانت ما انتشرتش الجمله دي، قلت له مسيحي بس طيب؟ قال لي اه والله. قلت له يا خبر ده انت قلت كلمه سيئه جدا يا مازن. قال لي ليه؟ ده انا بقول طيب. فقلت له بس قلت بس، وشرحت له بس لغويا بس اللي هي لكن الاستدراكيه في اللغه العربيه، يعني دايما لكن الاستدراكيه اللي بعدها يجي عكس اللي قبلها، فاقول مثلا عجوز لكن جميل، فقير لكن كريم، ثري لكن بخيل، يعني دايما حاجه unexpected يعني. فهو مسيح بس سبحان الله طيب. فقال لي انا عارف كل ده يا ماما في بس انا مش هقولها تاني. فقعدنا نتكلم بقى يومها في الحكايه دي، وكتبت انا مقاله اسمها مسيحي بس طيب في سنه 2008 في اليوم السابع، واتكلمت عن الواقع دي ان احنا مازن مش متطرف، مازن ابني متربي في بيت مثقف وكذا وكذا، وشايف القران وشايف الكتاب المقدس وشايف الانجيل وشايف التوراه وشايف وعلى تماثيل بوذا، يعني الدنيا بيس يعني مش ممكن يطلع متطرف. بس اللي خدت بالي منه ان احنا احيانا نقول كلام واحنا لا نعنيه، يعني نحن نحمل ازدراءاتنا في السننا واحنا مش متطرفين، كلام عادي بنقوله زي وانت ماشي كده وصفر يقول لك هتلاقي زخارة، وبعدين هتلاقي لا مؤاخذه كنيسه على الجنب، ادخل بقى يمين من جنبها. هو اللي قالها مش فعلا مش بيقصد. انا مره بركن عربيتي عند جريده الاخبار، فطلع بسرعه يعني هاخد حاجه من فوق كتاب من استاذنا الله يرحمه جمال الغيطاني، فالراجل بيقول لي ما تركنيش هنا، كان الراجل عامل بتاع شاي كده بيحطوها بيعلقوها كده بوكس كده وبيع شاي. فقلت له انا طالعه بس، لا يا استاذه انت كده بتركني قدام اكل عيشي مش عارفه ايه. قلت له ده انا هاخد كتاب الاستاذ جمال ونازله على طول. قال لي انت بتقطعي شيء ليه كده، احنا مسلمين زي بعض. طبعا انا طلعت انا قعدت بقى معاه، قلت له يعني مسلمين زي بعض؟ ما هو داس على البتاع. قلت له يعني ايه مسلمين زي بعض؟ يعني مسيحيين نقطع عيشهم يعني؟ قال لا يعني. الراجل فوجئت انه لا يقصد، دي النقطه دي اللي عايزه ااكد عليها، ان هو مش متطرف هذا الرجل، ولا ارهابي ولا تكفيري ولا بيكره المسيحيين ولا حاجه، هي لازقه في لسانه، حاجه لازقه في لسانه، زي اللهم ارحم موتى المسلمين تشلك وانت بتقرا بس موتى المسلمين بس، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم امهاتنا وموتى طول الميراث. ده بقى جاي منين؟ ده جاي من اخطاء كثيره جدا متراكمه في التربيه. هي ما طلعتش ارهابي الكلام، هو ما يقصد هو مش ارهابي، مش هيقتل حد، ولكن من جواه معجمه تلوث. حط بقى انت نفسك مسيحي وتسمع الكلام يوميا على مدار 24 ساعه، هو بيسمعه وهو يعلم ان الشخص ده صاحبه يعني كويس وابن حلال وكله، بس اتعود على انه يسمع اللهم ارحم موتى المسلمين. طب المسيح يسمعها ازاي دي؟ ما نفكرش ده مسيحي، والله ده الدكتور كذا مسيحي بس شاطر، مش عارفه مين ده المدرس كده مسيحي وعنده يا اخي امانه مسيحي، مع ان هم يعني احنا متربيين على ايد المسيحيين في المدارس. هو اللي عايز اقوله ان انتبهت مبكرا جدا ان احنا نحمل الطائفيه دون ان نقصد، المذهبيات مزروعه فينا دون ان، وربما يكون المسيحيين بيقولوا علينا كده برضه بس مش علنا زينا، عشان مع الله اعلم في قعداتهم في قفشاتهم في نكاتهم ما اعرفش، بس المعلن نعم او عندهم حياه او عندهم حياه. انا مش عايزه اقولها عشان انا محسوبه كده على ان انا بحبهم، فبلاش على حاجات من صديقنا مسلم اهو الحمد لله. اللي عايزه اقوله ان بس المعلن بقى عشان نبقى صادقين بقى والكلام يبقى جد، بعيدا عن الهزار وبعيدا عن الكلام الذي لا نعنيه، لا يعني بنقوله كده بدون قصد، احضر قداساتهم. هو مأمور بنص كتابه ان يحضر
يعني حتى في ودي بقى ده السؤال اللي بقول لك مازن سالوني بقى. مازن بيقول لي ايه يا ابني؟ طب يا ماما ما هم لو كانوا فعلا يعني مهضوم حقهم زي ما بتقولي ما ساكتين ليه؟ قالوا بس ده سؤال ذكي جدا، انا وسعيده جدا ان انت قلت السؤال ده يا مازن على راي اسمه ايه حازم واسماعيل. قلت له انا سعيده جدا انك سالت السؤال ده، تعالى بقى اوريك. لان هو يا مازن مامور في كتابه انه يحب حتى اللي بيكرهه ويبارك. قال لي ازاي في كده؟ قلت له اه، وقريت له بقى الايات اللي هي بتقول الحاجات دي، احبوا احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويقرضونكم، يدافع عنكم وانتم صامتون. قعدت جبت له بقى حاجات كتير، قلت له ادي مازن هو معقدتهم كده، ما فيهاش العين بالعين، ما فيهاش السن بالسن، ما فيهاش القصاص، ما فيهاش كذا، هو ده نهجهم. فهو كل ما انت بتاذيه وهو يحبك هو بياخد بونص، هو بياخد. فمازن فهم هذه الجزئيه. ما بتروح بقى، قلت له بقى ما تروح اي تسمع اي صلاه في الاخر خلاص لازم يدعو في حاجات سيستم كده ثابته في صلواته، يدعي للنيل لمصر والنيل مصر وللحاكم مصر ولكل من ليس، انا بس مش بحفظ كوتيشن بس، وندعو مش عارفه لاخواننا من غير المسيحيين، يعني بيدعو لنا في كل صلاه. طبعا انا لما بشوف الحاجات دي وبعدين اشوف اللي احنا ساعات بنعمله ده بيفت في نفسي ويشعرني بمراره ويشعرني بان احنا ليه كده ولا فهي دي النقط. فمازن بيقول لي طب يا ماما هم ساكتين، فقلت له كذا كذا. قال لي طيب ما هي انت مش واخدين بالك. فقلت طفل اسالي كذا كذا. قال لي ما هو ده مسكت، يبقى ما هي انت مش واخدين بالك. قلت له يا مازن ينفع حد يبقى ضاغط على رقبتك 60 70 سنه وانت مش واخد بالك؟ قال لي ليه صامتين؟ فقلت له هذا الكلام فهمت. فاللي عايز اقوله ان احنا فعلا التعليم والنشأة والميديا كلها هي بتخلينا نطلع مش أنقياء، حتى وإن كنا أنقياء، حتى وإن كنا مش هيتحول هذه الأفكار إلى فعل. مش هنمسك مسدس ولا نمسك سكينة ولا نقتل وكذا، احنا الطبيعيين اللي زينا يعني ما احناش دواعش ولا احنا متطرفين ولا حاجة، لكن غصب عننا لو حطيت فلتر على كلامك وسمعت كلامك اللي بتقوله اثناء اليوم هتلاقيه لا يخلو من عنصريه. ولا استثني نفسي، بس هو احنا ما بناخدش بالنا ان احنا بنقول الكلام ده، ولو ننتبه نلاقي ان رد الفعل بيكون مؤلم جدا على الشخص الاخر المسيحي او كذا، وبيسكت ما بيزعلش مننا ما بيحبك وكذا، لان هو عارف ان احنا كلنا نتاج الداء العربي. انا بحب اسميه الداء، هو ده داء الاحاديه والثنائيه. الاحاديه يعني انا ومن بعد الطوفان، الثنائيه يعني ابيض يا اسود، راجل ست، شمس مش عارفه ايه، اهلي زمالك، غني فقير، مسلم مسيحي. الثنائيه دي الثنائيه داء عربي. الغرب ما عندوش كده، او انت حتى الشخص اللي بيفكر بشكل علمي، لان الله ما فيش ابيض واسود، في ملايين درجات من الرماديات، في ملايين انماط من البشر، في اشياء كثيره بين هذه الثنائيه. الثنائيه فقر في التفكير والاحاديه فقر في التفكير. فهو ده اللي انا يعني احلامي بسيطه جدا، ليه ما يقستش وليه مش عارفه كذا؟ لان يا استاذ رباب يعني معتز قوي بمصر. وانا فاكره كويس جدا ان في الكليه، احنا كنا في هندسه عين شمس، كليه هندسه عين شمس، واكيد معانا اصدقاء وزملاء من الكليه دي عارفين قد ايه الكليه دي كانت دراسه فيها صعبه وشديده، افضل الاساتذه يعني. اذكر كان الاستاذ الدكتور عبد المنعم ابراهيم، وهو كان بيدرس لنا يعني، فكان لما بيدينا كويس مثلا، ناخد كويس ويعدي علينا عماره يعني، يعدي علينا ويشوف حاجات خطوط مشوهه، خطوط مش بارلل، حاجات فيها ديستورشن، فكان يقول لنا الكلمه التاليه: ما تنسوش انكم احفاد الفراعنه. ما فيش حديث فرعو مصريين قدامى يرسم خط كده، ما فيش كذا. الكلمه دي كانت بترن في ذهني كل بقى، مش على الخطوط بقى، مش على الهندسه بس، على كل حاجه. كلها
اجل ورقه في الشارع، لا ده انا حفيده فرعنة، اجي مش عارفه اعمل كذا كذا، اشوف واحد بيعرس واحده اقول له ده انت حفيده فرع، وهكذا. عملت لي هزز الحكايه. فانا حزينه جدا ان انت في دوله صنعت، مش صنعت، علمت العالم، علمت العالم كل شيء جميل، كل حاجه في الدنيا استاذه رباب، كل حاجه بلا استثناء لها اصل مصري، كل حاجه، حتى قانون من اين لك هذا مصر، اول عمليه جراحيه في العالم في المخ في مصر، والجمجمه اللي معموله دي معموله فيها عمليه تربنه في المخ في القرن الخامس قبل الميلاد في متحف لندن في بريطانيا، ومكتوب تحتها اول عمليه جراحيه في المخ تربنه في المخ ايجيبشن، معموله بايجيبشن دكتور يعني جراح سيرجيا. وكان دكتور وسيم السيسي بيحكي قصه ان هو واقف بيتفرج على الجمجمه دي، فلقى اثنين انجليزيات وراها بتقول لها ايه ده عملوا دي ازاي؟ واحنا كنا فين ساعتها؟ قالت لها وي ويرينج كيبس، كنا في الجمجمه بريطانيا. وطبعا انا كمعماريه ومعانا مهندس مدني كبير معانا يقول لنا عبقريه الهرم، كنا بنتكلم في الثيرس الهرم اتبنى ازاي، ولا معبد ابو سمبل ان في ثقب معين يدخل الشعاع مرتين في السنه ينور ثلاث وجوه لثلاث الهه او ثلاث تماثيل، والتمثال الرابع لا لان هو اله العالم الاسفل. ايه ده؟ يعني انا لو هكلمكم في العماره بس، العماره بس، عبقريه مصر القديم في العماره بس تذهلوا، وكل واحد بقى الطبيب يكلمنا في الطب واللي بيعرف الفلك وهو الى اخره، شيء لا يصدق حتى في القوانين، حتى بناء الدوله، حتى في التشريعات، حتى في تقديس المراه واحترامها، في النحت، في العماره، في الشعر، في الشعر وفي العماره. الرقص الباليه اللي يروح منكم مع معبد ادفو يلاقي الصوره الجداريه لاول رقص باليه في العالم، يعني مش اختراع ايطالي ولا حاجه، كل ما تتخيلوه موجود في المصريه القديمه، حتى الديانات. كتاب الجنتانا الشهير دلوقتي اللي هو 42 برديه جمعوا وجدهم مؤرخ اسمه منانتون، وترجمت العربيه وطلعت من دار روافد من سنتين، اسمها اسفار السين، يعني جمع صفر، اسفار المصريين القدامى. وفيها السفر الاول اسمه سفر التكوين، فيها سفر التثنيه الى اخره. فكل ما تقرا هذه البرديات هتلاقي ثلاث ديانات موجوده، شيء يذهب العقل. حضاره المصري القديم شيء يذهب العقل، ومش بتكلم بمنطلق شوفيني عشان انا مصريه ولا حاجه، انا من كوالا لامبور هقول نفس الكلام لان هو ده تاريخ، انا مش بقول رايي، انا بقول تاريخ. فبيصعب عليا قوي ان احنا نبقى في مصر وفيها اللي بيحصل ده، بس مش حاسب بقى. انا اتمنى يا استاذ رباب، اتمنى، وكتبتها في مقاله اسمها، كنت مره يئست، الياس اللي بتقولي عليه ده مره يئست، في مقاله اسمها شكرا وانا اكتفي بهذا القدر. كان بعت لي واحد، كان ساعتها فاكره ايمن دمتري اللي قطع ودنه، وراح كانوا السلفيين في الجنوب قطعوا له ودنه، وبعد شويه عملوا جلسه الصلح اللي انا بسميها. وبعدها كان في محافظ، كانوا هيختاروا محافظ مسيحي في المنيا، المسيحيين لقينا المسيحيين اللي خرجوا رافضين محافظ مسيحي مع اخواتهم، يعني وحده وطنيه بقى، لا مش عايزين، عايزين مسلم. اتجننت يعني، انتوا ملاكين اكتر ملاك. والحاجه الثالثه كانت ثلاث احداث، الحاله الثالثه واحد صديقنا واحد قصدي من قرائي بعت لي ايميل قال لي احنا مش عايزين فرج فوده تاني، بطلت تكتبي عننا، مش عايزنا تقتل يعني، انا بطلت تكتبي عننا، احنا مش عايزين فرج فوده تاني وبتاع. وعلى فكره يا استاذ فاطمه احنا بنستمتع باللي بيحصل، يعني احنا بنضطهد، بنفرح قوي لما بنضطهد، احنا سعداء ان احنا بنضطهد. ليه بقى؟ لان احنا ده يفقدنا الرجاء في الانسان فنلجا الى الله. في الثلاث حالات دول قلت له كده حبيبي، انا غلطان، انا صح، معاك حق. انا بقى كتبت مقاله شكرا انك هذا القدر، قلت انا احلى حاجه عندي اكتب عن شايكوفسكي وفان جوخ وسيزان وفراندر كرايت والناس بتوعي بقى، وبطلنا اكتب وكده.
وبعدين بلاقي ازاي طيب تكتبي عن الجمال؟ ازاي تكتبي عن الجمال وعن العماره وعن الموسيقى وعن الفن التشكيلي وعن كل الرموز الجميله وانت معجونه في القبه؟ وحضرتك يا استاذه فاطمه بتتكلمي على بائع الشاي اللي هو ممكن يكون قال حاجه بس مش بقصد التطرف، ولكن هو قالها على سجيته. بس في نوع اخر من التطرف والتعصب يبقى مقصود وابتدى يظهر في فئات نخبويه او ممكن نقول في فئات اجتماعيه وثقافيه غير شعبويه. يعني كان في قصه كده مره في الاذاعه كنت عامله حياه راجل اسمه فاسيلي اركيبون، وهو كان جنرال روسي وكان في المدمرة أو الغواصة اللي كانت مفروض إنها تكون جزء من الحرب النووية الثالثة في معركة الخليج الخنازير. الراجل ده أخذ قرار فردي في الآخر إن هو مش هيطلق التوربيد النووي. رجع بلاده وقعد في بلاده ومات دليل بإنه أصبح الجنرال المهزوم، لأن هو الانتصار معناه إنك تقتل. فكنت بقول الحكايه دي في البرنامج اذاعي وبقول يعني رحم الله فاسيلي اركيبوف. فيما بعد ردود الافعال جاءت لا هو احنا مش بنترحم الا على المسلمين، ومنها كتبت مقال اسمه صلاه الغائب على الملحد. السؤال ان معظم ردود الافعال كانت من طبيب، من استاذ جامعه، من مهندس، من شخصيات لو بنشوفيها كل يوم هي لابسه قشره الحضاره ولكن تحمل فكره التعصب. ودي اصبحت المشكله ان التعصب ما بقاش مرتبط بالجهل او بالفقر او بالظروف السيئه. السؤال بقى عشان ادخل على السؤال ده بيصعب مهمه التنمير. يعني انا لما اكون بحاول ان انا انير الطريق لناس على قد حالها، ولا لما اكون انا اناطح شخصيات بتكلمني من وجهه نظرها بالمنطق وهي متعلمة ودارسة وبتروج لهذه العنصرية، هل ده بيصعب مهمة التنمير؟ وهنا مهمة التنمير تبقى دولة ولا مواطن ولا مجتمع مدني؟ يعني ايه الصعوبات اللي احنا بنواجهها في فكرة التعصب اللي أصبح في قشرة الحضارة؟ طيب بدايه هو مفيش علاقه بين التعليم وبين الثقافه، والثقافه عشان نقف لانها طبعا في اكتر حاجه في الدنيا لها تعريفات هي من هو المثقف. ما هي الثقافه؟ مش الكثرة المعلومات، مش كذا التعريف الخاص، لان هناك تعريفات لا حصر لها للمثقف. المثقف في تقديري هو من يمتلك وجهه نظر في الحياه، ده تعريف خاص لا الزم به احد، ولكن من يمتلك وجهه نظر في الحياه. وبهذا المنطق الست الصغيرة، الست الفقيرة اللي قاعدة بتربي الوز وبتعمل وبتقشر البسلة عشان تحطها في أكياس عشان تديها لربة العمل أو يعني قصدي المرأة العاملة وكذا ومش عارفة إيه، اللي عاملة مشروع صغير كده شغلة بيه عمرها وتربي عيالها، أنا بعتبرها مثقفة لأنها امتلكت وجهة نظر في الحياة ولها رؤية ولها كذا. فهذا الطبيب المتعصب وغيره وغيره دول مش مثقفين، الطبيب دول متعلمين. والتعليم في مصر بالذات سهل قوي قوي، انك تفتح الصفات وتخرج تقول الكلمتين، لان التعليم في مصر قائم على النقليه، والنقليه دي النقليه دي انك انت يعني عندك هنا حته سفنج بتحط فيها شويه حاجات وتخرجك الامتحان فتتدرج وتوصل هناك تخلص الجامعه وتدخل هندسه وتعمل ماسترز وتعمل دكتوراه والى اخره. ولكن التعليم الحقيقي كما هو في البلاد اللي قطع تشوف عالي التعليم زي استراليا وكندا وغيره واليابان وكده، التعليم مش كده خالص، التعليم مش نقي ابدا، التعليم عقلي، التعليم مش جوه الكتاب. وبالتالي احنا الدول الوحيده في العالم اللي لما تدخل ممنوع ان انت تاخد الكتاب معاك، ويعملوا ويكتبوا حاجات في ورق صغير عشان يبقى بيغش يعني. لا، في كل العالم الكتاب قدامك مفتوح، لان اجابه السؤال بتاع الامتحان مش في الكتاب. الكتاب فيه معلومه، الكتاب مش بيقول لك سمع اسباب الحمله الفرنسيه، الكتاب معقلاني. واقوم وانا شاطره في الرياضه وشاطره في الانجلش شاطره في كل المواد ما عدا التاريخ، اقول لها اجي اقول مش بالترتيب، تقول لي لازم بالترتيب. لا، طب اجي اقول لهم بطريقه باسلوبي، تقول لي لازم زي الكتاب، عمري ما هعرف احفظ يعني. فلا هي بتدخل الكتاب موجود قدامك وبتمتحن، لان انت مش مطالب انك تحفظ ايكويشن،
ولما تحفظ ان اتش 2 او بلس مش عارفه ايه ايكوالز كذا، لا المعلومات قدامك كلها، الداتا موجوده، الانبوت موجود، طلع انت الاوتبوت بقى، الاوتبوت جاي منين؟ من البرودكشن، من التفكير والى اخره. فبالتالي انا بنسف قصه ان هم هؤلاء الدكاتره مثقفين، مش مثقفين ولكنهم متعلمون. ده ضحيه، هذا الرجل طبيب ضحيه. وانا في عيلتي في كده، في نماذج كده، وسفراء ولواءات ودكاتره اساتذه الجامعه وكده عندهم دي. لكن هي بتبقى زي ما قلت لك انها الفكره ناقصها في ذهنهم، لان احنا مع بعض وفي اخر، هذا الاخر لازم، وده ابن اللحظه دي، مش ابن 30 40 50 سنه فاتت. يعني هو التطرف بدا في مصر من السبعينات. قبل السبعينيات ما كانش فيه الكلام ده خالص، مش حاجه اسمها مسلم مسيحي ولا يهودي. يعني انا افخر دايما ان الطبيب اللي ولد امي فيا وجاب لي الحياه يهودي مش مسيحي، حد اسمه ليون ليشا. دلوقتي انا اخويا بقى طبيب نسا، حاطط حسن في النص عشان خايف يبقى صبري نعود، مش مفيش مريضه هتروح، يعني معناه ان هو مسيحي عشان صبري نعود ده ايه. لكن فاطمه نعود انا متحاميه في فاطمه دي، يعني وانا اسمي رباب بتاع خاف، رباب نعود دي على طول بعاني. فعايزه اقول انك انت في مجتمع ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي وصلنا كده؟ انا فوجئت ان صبري اخويا حاطط، قلت له ليه؟ قال لي ما حطيتنا نعود، ما حدش شوق يعني. فانت في زمن تعيس، مع ان اخويا ده يعني معاه 3 دكتوراه وحاجه يعني عظيمه جدا، لكن انت في لحظه تعيسه جدا ان تحكم على الناس من خلال منظار قديم. العقيده، انذار الكذا، انذار انت باعد عن المعيار الحقيقي للاشياء. فانا حتى دايما اقول ان انا عالمي انا بقى الخاص على فاطمه نعود عالم شديد البساطه، شديد البساطه، ما فيهوش غني وفقير وابيض واسود ومسيحي ومسلم ولا كذا وكذا، عالمي فيه طيبون واشرار فقط. التقسيمه بتاعتي كده، التقسيمه بتاعتي انا اكتشفت ان انا جت في فيلم الحكايه دي، يعني انا من صغري كده الطيبين بحبهم واعرفهم والاشرار ما بكرههمش، انا ما بعرفش اكره بس اقصيهم من حياتي. لقيتها في فيلم ماي نيم از خان، فاكرين ماي نيم از خان؟ كانت الست بوزي، كان هما هندوس هندو لا هما مسلمين، هما لا هندوس خالص، هي مامته وهو كان مسلم، خان ده مسلم. ها؟ لا لا اللي بيحبها هندوسين، لكن هو الولد مسلم. فمامته كان الولد بقى عنده توحد زي ابني عمر، عنده سبيرجر يعني كان توحد، فبيخرج يلاقي الاطفال تقول له يا مسلم مش عارفه كذا كذا. فراحت رسمه له ورقه بسيطه جدا، ولد بيديله ابيس اوف كند يعني قطعه حلوى، قالت له ده ايه؟ قال لها ولد كويس. رسمت له ولد بيضربه، قالت له ده ايه؟ قال لها ولد مش كويس. قالت له هكذا العالم، نحن نحب الطيبين ونبعد عن الشر. ذات سمبل. فعشان كده انا يعني مش مشغوله بقى فكره ده مسيحي بعرفه، ده مسيحي، ده مسلم بعرفه، ده مسيحي مش عارف، عالمي بسيط. وانا ادعو الناس انك كده، ان انت لما تيجي تدور على طبيب دور على طبيب شاطر بس لما تدور على مهندس يجيلك عوارضك دور على المهندس الشاطر، تروح لمحامي عشان يعمل لك حساباتك ولا مش حاسب ولا كذا، دور على شخص شاطر مش شخص مسلم وشخص مسيحي يعني. حضرتك بتتكلمي على النموذج في فيلم ماي نيم از خان، ده معناه انه ممكن الفن يحارب الطائفيه، يعني طبعا ده يمكن يكون بألف ندوه وندوه وكده. كتبتي مقال مهم جدا عن فنان تشكيلي حسين بيكار، وفي نفس الوقت قلتي ان هو نسينا فنه. الراجل ده كان فنان جدا، لما كان يرسم الانتصار في مصر في 73 يرسمه امراه جميله، الانتصار في 73 بالنسبه له كانت امراه جميله تتطلع الى المستقبل. ليه كتبتي مقال عن حسين بيكار وازاي احنا لم نوصفه هو كحاله والفن بشكل عام؟ هل هناك فكرة الهجوم على الفن، ازاي اقدر استخدم الفن في ان انا اطوعه لمواجهة الطائفية والعنصرية؟ طبعا يعني كم حد من القاعة شاف لو حد بيكار ويعرفه ومعتز بيه طب الحمد لله يعني، بس هو بيكار
فنان مصري عظيم، احد الرموز العالميه النادره في الفن التشكيلي وفي الكتابه كمان، الكتابه القصصيه للاطفال وكتب المدارس اللي احنا طلعنا عليها دي كان هو بيرسم لوحاتها الى اخره. بس كان عنده مصيبه سودة، خساره يعني، كان بهائي بس يعني بهائي. بس كان كويس بس بهاء، كان كويس بس بهاء، بس كويس يعني فنان بس بهاء، فعمل تاريخ ضخم جدا بس بهاء. بالمناسبه البهائيه، لان انا ليا اصدقاء كتير بهائيين، وعايزه ان الكلمه دي في حاجات كده اتلوثت وتتخض منها، زي احنا فاكر انا واحنا في شبابنا بقى لما كنا في الجامعه كان كلمه ماركسي دي يعني عاوز بلاش شطرنجين، كان ايه السبب فيها؟ ماركس ده اولا راجل بتاع اقتصاد لا له علاقه بالدين ولا يعرف ولا مهموم بفكره الدين، مهموم بانقاذ الفقراء من تجول الاقطاعيين، ادي الفكره ببساطه. طب ازاي وصلت الكلمه ان الماركسيه تبقى كفر؟ ما انا ده حاجه اقتصاديه وده حاجه دينيه. ان 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 السادات علشان او الرموز دايما تشوه اي حاجه ضد سياستها، فالسادات عشان بقى كان مع امريكا بقى والراسماليه وكذا وكذا وعايز بقى ينسف الفكر الاشتراكي اللي عمله عبد الناصر الى اخره، فربط ان الاشتراكيه كفر. ليه؟ عشان الراجل ده قال الدين افيون الشعوب، بس ما جابش بيت الجمله، ما هي دي ما قالش الدين افيون الشعوب، بس هو قال زي كده لا تقربوا الصلاه وخلاص، عارف القرآن فيه لا تقربوا الصلاة ولا فيه وأنتم سكارى. فالراجل قال الدين أفيون الشعوب حين يستغل للظلم، حين يستغل، يعني ما معناه إنك لما يجي الإقطاعي يظلم الفلاح عنده ويقول له يا ابني ده احنا أطيعوا الله، زي فيلم الزوجة الثانية كده، أطيعوا الله ورسوله، يقول له امضي يا ابني، امضي يا عبد العال، ويستغله لقمع الفقير، فهنا في الحالة دي يصبح لأنه يغيب البسطاء، ده اللي يقصده. فاما لكن ما اتكلمش خالص عن الدين ولا قالش ايه له بالدين ولا الكلام ده، فشوهوا مصطلح الماركسيه والاشتراكيه والشيء. انا مش حاجه من دول على فكره، بس انا بوريك ان ممكن مصطلح يبقى سيء السمعه. نفس الحكايه البهائيه، الناس فاكره البهائيه دي كفر، تعرف ان البهائيه دي الدين البهائيون متصالحون مع كل الاديان، حاجه غريبه الشكل، يعني مؤمن باليهوديه وبالمسيحيه وبالاسلام معا. انا ليا اصدقاء كده وعلماء واساتذه الجامعه، اقول لها طب ازاي يعني انت مؤمنه بثلاث اديان؟ تقول لي اه. يعني مؤمنه بسيد مسيح؟ طيب ما هو في مشكله، يعني انت لو مسلمه لازم تقولي سيد مسيح نبي، انت لو مسيحيه هتقولي سيد مسيح ابن الله، انت تقولي كل ده سليم وصح وكذا وكذا، كل حاجه في وقتها مظبوطه. يا ستي ما ينفعش، انت بتقولي ده دوت ميكس، تقولي لا، وتقعد تقنعي. انا ما مش مطرحها قوي يعني، بس على قد ما انا فاكره من الكلام والقراءات يعني القليله فيها، فهي ان هو بس الفرق هم مؤمنين بثلاث ديانات، ولكن مؤمنون كمان ان ربنا كل 1000 سنه يبعت مذكر، يبعت رسول يفكر الناس بثلاث ديانات الاساسيين، واخر رسول هم اللي كده اسمه بهاء الله او حاجه عشان كده اسمهم البهائيين. فعايزه اقول من ارقى وانقى الناس في الدنيا، ما عندهمش ريحه التعصب بقى، لان هيتعصب ليه؟ يعني هو البهائي والشخص الوحيد اللي انا منزوع التعصب، ما ينفعش متعصب، اصل هيتعصب ليه؟ فهو اذا هو مؤمن لو انت مسلم هو مؤمن برسالتك تماما، لو انت مسيحي مؤمن برسالتك تماما، لو انت يهودي مؤمن برسالتك تماما، فما عندوش تعصب خالص على الاطلاق. وناس نقيه جدا، وان اكتر ناس بتعمل حاجات خيريه في العالم او الاخر. فادي البهائيين اللي هو ظلم بسبب ده بيكار، وان شاء الله يكون يا سيدي ملحد، ان شاء الله يكون كافر، ان شاء الله يكون وثني، هو انت بتاخد منه الفن بس، هو العمله، زي انا العمله بيني وبينكم ايه؟ قصايدي ومقالاتي وكذا، بتحكم عليه افكاري بقى ومعتقداتي وكذا، شيء يخصني، حاجه بيني وبين ربنا، وينطبق ده على الطبيب وعلى المهندس وعلى الفيلسوف وعلى الفنان الى اخره. اخر سؤالين من المنصه، انا هحاول ان انا ادمجهم في سؤال واحد علشان نمنح فرصه للساده الحضور ان هم يعني يكون في تواصل مباشر مع الاستاذه فاطمه، وهننظمها بحيث ان كل اللي عايز يسال سؤال يسال من غير ما يقاطع عليه. اخر مداخله ليا
سؤالين في سؤال ليها علاقة بالثقافة وعلاقتها بالسياسة. أنا لما كنت بشوف فاطمة نعود في تلفزيون في 2012 في عز زمن الإخوان المسلمين وهي تطلع تقول إيه، تقول أنا فكري علماني، أنا مع الزواج المدني، كانت يعني بتنطر الأفكار بتاعتها على طريقة يعني القلم الرشاش، كانت بتقول كل حاجة من غير ما يكون في سقف، هي قناعتها كده. السياسي بيبقى شخص براجماتي شوية لأن هو بيعتمد على أصوات الناس. فاطمة نعود كان ليها تجربة أنها دخلت الانتخابات في مصر الجديدة وفي الجولة الأولى حصدت أصوات كانت تؤهلها أن هي تدخل مجلس الشعب. كان فرق كبير جدا بينها وما بين السادة المنافسين فيما بعد، حتى لو هي في منطقة مصر الجديدة، بس ده بيقول أن في تغير نوعي، ان انا ممكن انتخب حد قال انا علماني مثلا او انا فكري علماني. السؤال هو موقع ازمة الثقافة في مصر، وهل المثقف محتاج انه يشتغل اكتر سياسة؟ لان انا متخيلة لو فاطمة نعود كانت دخلت البرلمان كانت قالت كل الكلام اللي بتقوله في التلفزيون، احنا عايزين زواج مدني، وقدمت مشروع قانون وهي عارفة انه ممكن هيقابل بالرفض ومشاكل، بس هل المثقف محتاج انه يشتغل سياسة اكتر؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني فيما يخص الثقافة والسياسة، ان في بعض المثقفين بيبقوا شايفين من وجهة نظرهم تدوير القضية. لما يكون عندي مشكلة حرية تعبير في مصر واحنا عندنا مشكلة بدليل ان في حكم على الأستاذة فاطمة مع ايقاف التنفيذ، في اخرين احنا عندنا مشكلة، بس هل تدوير القضية ده حل؟ خصوصا انه ينسب لك مقولة لن اكون خنجرا في زخر مصر، ورفضت تدوير القضية، رفض التدوير والشغل من الداخل. عايزين نفهم هذه الفلسفة. طيب بداية أنا بكتب بحس شاعرة وليس بحس مثقفة ولا أعوذ بالله سياسية. أنا أبعد حد في العالم عن السياسة، لأن أنا لو سياسية مش هقول اللي بقول، ولو سياسية هحسبها، والسياسي براجماتيك وميكيافيلي وبيحسبها، بيحسب المنافع إيه وهقول كذا طب ما أقولش كذا. دايما احنا نقول في اي قضيه في الدنيا هناك حلان، حل ثقافي وحل سياسي. حتى قضيه فلسطين نقول لك ايه، طب انا عايزين ناخد نرسم الحدود، الحدود الثقافيه ولا الحدود السياسيه؟ يعني ايه يعني الحدود السياسيه؟ هو الذي يمكن ان تناله، فن الممكن، فن الممكن. ولكن الثقافي، الثقافي عايز الاقصى، عايز الاوبتيمم، عايز ال 100% جمال، ال 100% عدل، ال 100% مفيش حاجه اسمها 100% عدل. لا انا كمثقف عايزه 100% عدل، يقول لك مفيش حاجه اسمها كده، لازم يكون في توازنات. انا مش سياسي، وانا حتى لما اخوض تجربه الانتخابات لم اخوضها بمنطق سياسي، والا كنت انا في البرلمان دلوقتي. تعرف انا 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 انا, أنا ليه مش في البرلمان؟ انا خدت اولا الاكتساح في الاول ده بدون قرش، حرفيا بدون مدفع قرش، وقلت اللي يدفع فلوس عشان يدخل البرلمان داخل يسرق 10، يدفع قرش داخل يسرق 100، فكل الناس زعلوا مني عشان بيدفعوا هم ملايين. ما هم بس انا قلت حقيقه، انت داخل ليه؟ انت داخل عشان تبقى فولنتير، عشان تبقى متطوع ان انت تجيب حق الناس، فبتدفع فلوس ليه؟ ليه بتدفع فلوس؟ انت داخل عشان تهاجم او تنتقد الحكومه او تنتقد كذا وتجيب حق فقراء وكذا كذا، تدفع من جيبك انت ليه عشان تدخل؟ يبقى انت داخل لاسباب اخرى غير اللي احنا نعرفها عن البرلماني. دي اول حاجه قلتها زعلت الناس مني. تاني حاجه بقى، لما انا خدت 5 لوحات كده على ايديهم مصورينها ومعلنها والناس يقطعها، قعدوا يقطعوها كمان، ما فيش اي دعايه، وخدت الاكتساح ده وخلاص تاكدت اني داخله يعني، ما كانش فيه شك. اطلقت التصريح الثاني الذي يدل على اني مش سياسيه على الاطلاق. قلت انا اول طلب احاطه هعمله في مجلس الشعب هو ان انا هطالب باسقاط الحصانه عن عن البرلمانيين. طب استني ما تدخل. فطبعا اول ما قلت كده كل المرشحين، مش بتوع دايرتي انا بس، بقى كل المرشحين في الحياه بقوا زعلانين مني طبعا. فبدات بقى ايه الحرب اللي انتوا شفتوها ضدي، ان انا ضد الجيش وضد 30 يونيو وحاجات مش عارفه عجيبه جدا اتقالت عني مضحكه، ومش بدافع لان يقولوا لي قولي ضد الجيش ايه ده انت بتصوري، اقول لهم هدافع يعني واحد بيقول لك على الابيض اسود، قلت لهم لا انا ما دافعش وفضلت ساكته.
قلت انا اعتمد على ذكاء خارق، انا اعتمد على وعي الناس، اعتمد على تاريخي. دي حاجه. بعدين راحوا قالوا بقى الاخبار الماكره التاليه، قالوا فاطمه نعوت اكتسحت في الجوله الاولى وخلاص خدت الكرسي، وبالتالي المرحله الثانيه الجوله الثانيه على المرشح الثاني. فكل جمهوري ما نزلوش، هما كانوا نازلين عشان، فانا خلاص قالوا ان انا فزت بالجوله الاولى والجوله الثانيه عشان منافسه على كرسي على المقعد الاخر في مصر الجديده. فكان جمهوري كله ما نزلش، فطبعا حصل هذا التراب. فده يدلك على ان انا ماليش علاقه بالسياسه خالص خالص، وهذا مكمن فخري حقيقه، لان انا يوم ما هكون سياسيه هفكر بقى واحسب ومش عارفه كذا، وانا مش كده خالص. الشاعر بيقول يعني هاخد قد قلناها، يعني بيرمي الحجر ومش بيشوف الدوامات. لا اطرب، انا لا اطرب بالمديح ولا انزعج من النقد، يعني بقول حق ورزق على الله. كان السؤال الثاني لن اكون خنجرا. طبعا انا لما كنت في واشنطن في يوليو اللي فات ده، وكانت ازمتي بقى ضخمه جدا، وكان الاستئناف اترفض الاولاني بتاع 30 مارس، وخلاص دخل السجن، ما فيهاش حل يعني. وجامعه يورك في كندا قالت لي تعالي، ده الاستاذ زائر خريف والشتاء الفصليه يعني فول اند وينتر، وانا ورفضت ومش عارفه كذا. من رحت المؤتمر واشنطن في يوليو، وقالوا لي بقى اصدقاء يعني ناس طيبه يعني بتحبني، انهم خدوا لي معاد في الخارجيه الامريكيه اول ما رحت قبل المؤتمر بتاع المؤتمر، هقول مثلا الورقه بتاعتي هقراها بكره، لقيتهم واخدين لي معاد النهارده مع الخارجيه. طيب كتر خيركم ليه؟ قال لي عشان نتكلم في تدوير قضيتك، ان مصر ما فيهاش حريه تعبير وتدوير قضيه الاقباط. قلت لهم لا، انا اسفه جدا، انا لن اكون خنجرا في ظهر مصر. وكان هذا سيظل سرا على الاطلاق، لا احد يعلمه. ليه كتبت هذا المقال؟ لاني فوجئت بقى ان هو الناس اللي انا رفضت، قلت لهم اولا قضيه الاقباط قضيه داخليه، وده راي بابا شنو، مش راي، مفيش حاجه اسمها امريكا اللي تجيب لكم تجيب حق الاقباط. يعني ايه؟ يعني احنا يعني معناها ايه؟ معناها ان احنا مش دوله خلاص، انت بتجيب حد. تخيل انت في بيتك قاعد انت وعيالك ومراتك، وتجيب الجيران هم اللي يجيبوا الحق، يعني مفيش حاجه اسمها كده. وبابا شنو ده سؤال، لو ان امريكا، لو ان امريكا اللي هتجيب هترجع الكنايس، فهي هتحترق الكنايس وتبقى مصر. ده بابا شنو ده الله يرحمه. ونفس الكلام ماشي عليه البابا طول الوقت. قلت له مفيش حاجه اسمها تبرير قضيه الاقباط، قضيه الاقباط قضيه. ولما وقفت تحت العلم، حطوا العلم الامريكي المنصه كده، وكلهم مصريين، مصريين امريكان، ولقيت عالم امريكي بس. قلت له فين العالم المصري؟ قال لا ما احنا هنا ده كده هو بتاع مش عارف. قلت له طبعا مش هتكلم امريكي، مش هتكلم انجليزي، انا هتكلم. كان نجيب سامرس قاعد ناس كتير. قلت له انا هتكلم مصري، لان كلامي كان المؤتمر على الاقليات، مستقبل الاقليات في الشرق الاوسط بالظبط كده، والاقليات هم بيقصدوا المسيحيين. فقلت له انا كلامي هقوله بالعربي موجه لحكومه مصر ولحاكم مصر، هما اللي هيرجعوا حق الاقباط، مش امريكا. ادي اول حاجه. ثاني حاجه، نسفت المؤتمر بدون ما اقصد، ظل عبيطه جدا. رحت قايله بقى الاقباط ليسوا اقليه، يا نهار اسود انت بتبوظ لنا المؤتمر، المؤتمر عن الاقباط اقليه مضطهده، فانت جايه تقولي انا قلت بقى الاقباط ليسوا اقليه، لان الاقليه مصطلح سياسي وليس مصطلحا كميا. ما هو انا ما ينفعش اقول الاقليه المصريه في مصر، يعني حبة مية في مية ما ينفعش. يعني أنا بتكلم العلمي، والأقلية مصطلح يطلق على الوافدين، فأقول الأقلية المصرية في أمريكا، الأقلية الصينية في الهند، الأقلية الهندية في باكستان، واخد بالك؟ دي الأقلية اللي هي مصطلح يطلق على وافدين وليس على أصحاب بلد. طب الأقباط في مصر وافدين ولا أصحاب بلد؟ ده هم اللي شايلين الجين أو العرق الريس اسمه قبط اللي هو هاكا بتاع كابتن، وهنا كلمة مصر ايجيبت، فإذا هم مصريين فما ينفعش يبقوا أخبار. فأنا قلت هم مش أقلية. فلقيت بقى من النص الشخص اللي طلع بقى هاجمني وشوهني وبيعمل صفحات ضدي لغاية دلوقتي وكذا، قام بقى قال لي يعني ايه ده احنا أقلية واحنا مضطهدين مش عارف ايه. مين اللي بيضطهدك؟ في مصر طبعا في فتنة طائفية في مصر طبعا، وفي عنصرية طبعا، وفي تمييز عنصري ضد المسيحيين دون شك، لكن مين اللي عمله؟
تعالى بقى نتكلم في ده وده وده. فخلصت المؤتمر من هنا على ما سافرت بقى كنت رايحه الامارات من كندا من واشنطن لابو ظبي حوالي يوم يعني. بفتح الموبايل ولا انتك فيها يا بنتي شتايم، وانا عميله مخابرات وانا عميله ضد الاخباط وانا بكره المسيحيين وانا متطرفه سلفيه وانا بشتغل لصالح ياسر برهاني. فمين ده؟ رحت مكلمه نجيب صدر قلت له وانا بتاعت مخابرات؟ قال لي انا ده غبي، انا قلت له ازاي مخابرات عليا 3 سنين يا ابني؟ قلت له انا بتاعت ياسر برهاني؟ انا مش عارفه كذا يا بنتي والله صعقت. طيب يعني فبدات الحرب حتى الان صفحات بقى وخاضوا في عرضي وشرفي وفي عيالي وفي المجتمع والناس كله يعني. فلكن ورحت فاضطريت اكل انا لا يمكن اصلا اعتبرتها ان هو انت بتحبني فتقول لي تعالى بقى امريكا هيجيب لك حقك يعني. قلت لك لا ميرسي كده مره ثانيه ان شاء الله وخلصت القصه على كده. لا كنت هقول ولا بتاعت مظاهر ولا بتاعت مزايدات ولا فرقعات ولا بحب بس الشهره اللي تيجي من الجانب ده. يعني انا صدر لي كتاب في 2005 اسمي ليس صعبا هيكل الظرف، ديوان شعر اسمه هيكل الظرف، في بيت شعر كده يعني اعتبروه كده فمنعوه في الدخول في الكويت معرض الكتاب الكويت. قال على فكره دي حاجه بتسعد الشعراء قوي لما كتاب يتصادر يا سلام يعني بتشهره. اه ويعمل بقى وانا شهيد البتاع وانا اتشهرت وانا صدرت وحريه البتاع. فانا قالوا لي كتابك اتمنع في معرض الكتاب الدولي في الكويت. طب ما يتمنع انا مالي؟ انا الكتاب يخلص من هنا وانا ليه علاقه بيه؟ انا مالي؟ اصبح بتاع التاريخ يدافع عن نفسه. انا مؤمنه بفكره موت الكاتب. يعني انا بكتب المقاله من هنا دلوقتي وكانني مت، المقاله تدافع عن نفسها اذا كانت وده مبدا عام في الكتابه. قصيده تدافع عن نفسها اذا قويه تعيش، اذا ضعيفه تموت. لكن مش انا لا اقول والله ده انا كان قصدي، لا يا جماعه ده القصيده حلوه، لا والله ده الكتاب جميل، ده تفاهه ورا ومراهقه. قلت لهم ما يتصور الكتاب. فجم جم بيقولوا صحفيين بقى والشرق الاوسط والمش عارفه والسي ان ان ماذا تقولين بعدما منع الكتاب دخولك؟ قلت لهم انا مالي؟ ما يتمنع انا مالي الكتاب يتمنع؟ ده معرض الكتاب بتاعهم والكتاب بتاع التاريخ. طب مش هتقولي بعدك؟ قلت لهم لا تعليق خالص، لا تعليق ولا مناقشه للكويت ولا شتمت بعض الكتاب ولا دافعت عن كتابي ولا بحرف على بوست. معرض الكويت السنه بعدها دعوني في معرض الكتاب صور في القرين وقريت من الديوان ده اللي اتصادر ده. ما انا مش بحب انا كتبت هذه المقاله للاسف اضطريت اني افشي هذا السر فقط لان هم طلعوني عميله وطلعوني بتاع بكره المسيحيين فكتبت قلت هذه اللي حصل يا جماعه وخلصت القصه بس. وده لتاكيدك على ان الطائفيه محتاجه مشروع قومي لمناهضه طبعا مشروع من ده طبعا. احنا هننتقل دلوقتي الى الجزء الثاني من الندوه. نذكركم ان بعد انتهاء الندوه وبعد انتهاء مداخلات حضراتكم اللي يحب ان هو يقتني كتاب حوارات مع صديقي او هو الكتاب للاسف الناشر خذلنا. اسكندريه بتحبك وقال ده انا مجنونه اسكندريه، مجنونه اسكندريه، هتكلم عن اسكندريه. الكتاب للاسف الناشر اخره. استاذ عمر فين؟ كان بيتواصل استاذ عمر، كان بيتواصل مع الناشر بتاعنا، اتاخر الكتاب هيطلع يوم 20. بس انا جبت لكم كتاب الاولاد لا يسمعون الموسيقى، والكتاب ده بقى يعني ايه برضه يعني ملغم يعني. فده الكتاب الموجود دلوقتي، وان شاء الله حوار مع صديقي المتطرف هيبقى المعرض المعرض ان شاء الله. يبقى الجزء الخاص بالتوقيع ده هيكون الجزء الثالث من الندوة. احنا هنبتدي دلوقتي المداخلات. انا كنت اتفقت الاول مع الاستاذة فاطمة ان احنا ممكن نعمله على طريقة الورق، بس انا في الحقيقة حابة ان يكون في تواصل مباشر، شخص يقول انا فلان اسمي. طب انا خدت اول سؤال على الاسكندرية، هو رفع لي ورقة جميلة اسكندرية بتحبك. انا عايزة اقول لك ان اسكندرية اجمل مدينة في العالم في رأيي الخاص، وانا شفت بحار العالم كله ومحيطات العالم كله وتقريبا انهار العالم كلها. لم يعني بحر اسكندريه ملوش مثيل في الدنيا كلها ريح. من اول ما بتدخل كده ريحه اليود فيه. انا حزين على حال الوسط على اسكندريه دلوقتي للاسف بسبب التطرف اللي فيها وكده، ان هي فيها نسبه
تطرف عالي جدا، وحزينه قوي كمان ان المباني الاثريه اللي فيها بتنهار. وكنت عايزه اتكلم مازن، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مازن ابني. اهلا يا مازن. مازن خطيبته معليش مجاي على فكره، عاملها مفاجاه. لا مفاجاه، مفاجاه غريبه كمان، لان مازن هو صغير. كنا جايبين سيرتك يا مازن. كنا جايبين سيرتك يا مازن دلوقتي. هو ده بقى مازن اللي الهمني مقاله حوار مع صديق، قصدي مسيحي بس طيب. مازن بالمناسبه ما بيحبش الشعر. كنت انا اخذت جايزه من هونج كونج في 2006، ديواني فاز بجايزه، احد او ديواني الخامس فاز بجائزه في هونج كونج، جائزه الشعر العربي الاولى. فعملوا لي في اتحاد الكتاب ندوه عشان يحتفلوا بيا يعني هنا في مصر كده، ومازن حضرها كان صغنن لسه يعني. فقالوا له إيه؟ كان في قصيده اسمها مازن. فقالوا له قوم بقى قول كلمه مش عارفه. قال لهم الحقيقه انا بحب مقالات ماما بس مش بحب شعرها يعني. فالصحفيين بقى جم قالوا لي ايه في المؤتمر؟ احنا مش هنشيل الكلمه بتاعت مازن. قلت لهم بالعكس اكتبها، ده رايي، ازاي انت بتحجر على رايي ازاي؟ قال لي لا، هيبقى في حد برضه يحب الشعر مامته، هخليه بس. قلت له ارجوك اكتبها. ومازن زعل قوي انها خلدت يعني هذه الجمله. بالعكس ده يدلك على ان احنا يعني بيئه صحيه يعني بيقول رايه وما يحب ده وما يحبش ده. وانا كنت سعيده ان مازن اول قارئ ليا، كتير جدا وجهني في الكتابه، كتير قال لي ماما. كنت انا بكتب بقى ساعتها عن شايكوفسكي وفان جوخ وسيزان وشوبان ومش عارفه كذا في وقت من الاوقات، اما كان الناس بيموتوا في طوابير العيش. فمازن قال لي ماما يعني هاي الناس بتموت في طوابير العيش، انت بتكتبي عن فان جوخ؟ قلت له اه والله ما عارف. فبدات اكتب في الحاجات التانيه دي. كان كلمني مجدي الجلاد رئيس تحرير المرأة المصري، يا استاذه فاطمه انت عندك قلم بارع في الفلسفيات وفي الجماليات وفي الجمال وكده، ايه اللي خلاك تدخلي في السكه دي؟ قلت له مازن ابني قال لي كذا 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 فكسفت. قال لي لا حول ولا قوه الا بالله، احنا عندنا 7000 واحد بيكتبوا في الحاجات دي، لكن ما عندناش قليلين جدا بيكتبوا في الادب وفي الفلسفه وبتاع. وبقيت محتاره اسمع كلام مازن ولا كلام مجد الجلال، افتح الشباك ولا اقفله. هنبتدي ناخد مداخلات. اتفضلي يا فندم، سؤال لنا اسم حضرتك؟ محمد الجرف. انا مش عندي سؤال يا استاذ. بعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنكم يا جماعه. لحظه معلش يا استاذ فندم بس عشان انا عارفه بقى ان فاطمه خطيبه مازن هي اللي جابته. ان هو يا مازن يعني وقته مضبوط جدا، ف ومالوش في الندوات والحاجات دي، وبعدين في ماتش النهارده، فهو مضحي التضحيه الكبرى يعني. وفي اعز منك عنك. ربنا يخليك يا حبيبتي. استاذ محمد اتفضل. بسم الله، محمد الجرف شبينكم. لان النهارده انا ما عنديش سؤال يا استاذه فاطمه، انا ليا الشرف ان انا اشوف حضرتك. عندي وجهه نظر بسيطه اقولها لحضرتك، لان احنا في مؤمنون بلا حدود. انا عندي وجهه نظر بتقول ان الحضاره الفرعونيه اللي موجوده عندنا في مصر دلوقتي دي حضاره اسلاميه 100%. صحيح. بناها اجدادنا الانبياء في مصر وهم كتير جدا. يعني سيدنا سليمان، سيدنا موسى، سيدنا داوود، جميع الانبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسلهم ما عدا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا هنا في مصر. وهم اللي بنوا لنا الحضاره دي. بلاش نقول اسلاميه بس، يعني نقول ايه؟ حضاره مؤمنه. مؤمنه. لان اسلاميه ما انت مشيت ناس ثانيه، فخليها حضاره مؤمنه بالله. ما هو سيدنا ابراهيم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. امال مسلما مش بالمعنى الاسلام. الاسلام يعني المسلم هو الذي يحتوي كل الديانات ويكون مسالما ويكون مؤمنا بالله ولا. المفروض ان المسيحي واليهودي لو هو مآمن ان في ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو مسلم. بالظبط. يبقى احنا كلنا في النهايه مسلمون. من سلم الناس من لسانه ويده. حقيقي. والحضاره ديت مش حضاره وثنيه كافره زي ما هم علمونا ان دي حضاره فرعون، وكان بيقول انا ربكم الاعلى. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران ولقد ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعني أي شيء ربنا فرعون عمله ربنا دمره، إنما الحضارة دي حضارة مؤمنة 100%،
واحنا بنقع في سلسله اكاذيب عبر التاريخ. صحيح، الكتاب التاريخ مشوه و30% بس من التاريخ صحيح، وزي ما قلت لكم على كتاب جبتانا من يقراه يعلم ان اجدادنا كانوا متواصلين مع الله وكانوا مؤمنين وكانوا في قمه ايمانهم وتعبدهم، بدليل هذه المعابد الضخمه جدا. يعني الواحد الشعوب التي لا تؤمن لا تنفق كل هذا الجمال وكل هذا الفن من اجل انشاء المعابد والايمان حتى بالبعث مره اخرى وبالحساب والعقاب. واحنا لو تتبعنا، لو اللي يقرا كتاب العبور الى النهار او خروج الى النهار اللي هو شهير بكتاب الموتى، هو اسمه كتاب الموتى مش ده الاسم الحقيقي، ده عشان لقاه المستشرق او العالم الاركيولوجي اللي لقاه الالماني، لقاه في المقابر فسماه كتاب الموتى، لكن هو اسمه الخروج الى النهار. الخروج الى النهار هو الانتقال من عالم الظلام زي ما بنقول كده الى عالم النور، الى عالم النور اللي هو عالم ربنا. وتشوف حساب المتوفى كيف انه يحاسب بمصطلحات اللي احنا بنستخدمها في الديانات الثلاثه، فيقول لك فيجيب ماعت، ماعت اللي هي ربة العدل ربة العدل في ميثولوجي المصريه القديمه، ومحكمة الأوزورية، يعني محكمة الأوزورية نسبة إلى أوزوريس اللي هو يعني الإله أو كده، و42 قاضي. ليه 42 قاضي؟ عشان في 42 محافظة مصرية قاضي من كل واحد، ويجيبوا القلب المتوفى، الشخص اللي مات يجيبوا قلبه ويحطوه في ميزان قدام ريشة، يمسكوا ماعت اللي هو ميزان ماعت قدام ريشة، الريشة اللي بتتحط على راس ماعت، عشان كده يقول لك أنت على راسك ريشة، هي جاية من هنا إن هو ريشة ماعت، هي الريشة دي رمز للضمير، رمز للحق، رمز للحق، والقلب رمز للضمير. فبيشوفوا اذا ثقل القلب عن الريشه يبقى هذا الشخص كان آثما مليان آثام فاثقلت قلبه، ولو خف يبقى متخفف من الاذان. يقول لك ايه؟ فاما من ثقلت موازينه، بس احنا عندنا في العكس، فاما من ثقلت موازينه فهو في عشية الراضيه، واما من خفت موازينه فامه هاويه، ما ادراك ما هي نار حاميه، في القران سوره القارعه. ف دي ده جزء من مشهد الثواب. وكان المتوفى لازم ان يعترف 42 اعترافا سلبيا اللي هم ايه؟ لم اقتل، لم اكذب، لم الوث مياه النهر، لم اتسبب في دموع انسان، يا لهوي احنا ياما عيطنا ناس، دراجع فريقنا، لم اتسبب في دموع انسان، لم اعذب حيوانا، لم اعذب نباتا بان نسيت ان اسقيه، لم 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 42 واحد قالهم. بعدين كده يحسب بقى الميزان ده عشان نشوف اذا كان صادقا ام كاذبا. مدخلات اتفضل يا فندم، هناخدها كل الاسئله في اسكندريه الاول عشان متحيز اسكندريه. اوكي اسكندريه. اللي هيقوم الاول هيقول السؤال. اتفضل. من فضلك انا بسال مين الناشر بتاعي؟ لان انا بروح دار الشروق ما الاقيش كتب، الاقيها فين؟ في مصر، وانا مش عارف اتحصل عليها. تمام. ما شفتهاش في اي مكتب. لا انا اوكي، اولا انا عندي ناشرين مش ناشر واحد، معظم كتبي طالعه من الهيئه المصريه لعمل الكتاب، يعني الناشر هو مصر وده مصدر فخري، يعني معظم كتبي الترجمات طالعه من الهيئه المصريه لعمل الكتاب او المركز القومي للترجمه، يعني كل كتبي عن فيرجينيا وولف طالعه المركز القومي للترجمه. كتابي الاخير واي وي لاف ذا ناتشرال كيمستري اوف لاف اللي هو الكتاب بتاع لماذا نحب طالع من المركز القومي للترجمه. دواوين الشعر طالع حبه منها من الهيئه المصريه لعمل الكتاب، والباقي طالع من ميرت، دار ميرت، في دار ميرت، دار الدار اللي هي اسمها الدار، دار شرقيات، دار العين، ده الكتاب الاخير. لا صوتي يا استاذ باشمهندس محمد. المهندس محمد في شركه بترول وجاي من اسكندريه من طريق الساحل الشمالي اكثر من 400 كيلو. الله يخليك، انت اللي قلت لي على يا خبر، وانا شكرته قال لي هاجي لك في اسكندريه، قلت له يعني احييك. كل خطوه بتشكريني، كل خطوه من اسكندريه وكده، فانا اتعمدت الف شويه عشان يبقى الشكر. يا خبر يعني كل احترام، كل احترام. ربنا يخليك. طبعا انا بشكر الاستاذه رباب ان هي اتحت لنا الفرصه الجميله دي، ده مش جديد عليها طبعا. وانا يعني مش هقعد اتكلم على حضرتك كتير، بس انا عايز اضيف بس سطر صغير كده في السي في قبل ما اقول السؤال بتاعي. يمكن حضرتك ما تعرفنيش كويس. انا ليا شقيق كان ضابط شرطه، وكان زوجته كان يعني بعتت لحضرتك بس جاست ان هو كان ايميل على الايميل بتاع حضرتك، يعني
بتحكي قصة إن زوجها كان في أحداث 25 يناير. آه. تفتكري؟ آه طبعًا، اللي عينيه أصيبة. بالظبط كده يا فندم. يعني أنا عايز أقول لحضرتك بس إن أنا عايز أعرفه. أخبار مصر. عايز في أعرفه بس للناس، يعني حضرتك ما كنتش تعرفي اللي بعتت لي الإيميل ولا أي حاجة، بس جاست إن أنتِ يعني تعاطفتي وتفاعلتي معاها، ودي أهم ما يميز صفات حضرتك الجميلة. الله يخليك. الناس فعلًا ما تعرفوش، ممكن يقول إن الشاعر او الاديب ده رقيق المشاعر، الكلام ده ممكن يبقى الناس شايفاه بس مش عارفه هل هو الحقيقي كده ولا لا، لكن فعلا حضرتك كده دي حقيقه. الله يخليك. والدليل على كده ان حضرتك رديتي في الايميل، اول حاجه رديتها برضه عشان حضرتك تبقى عارفه استاذه رباب، بعتت الموبايل الشخصي بتاعها قالت لها كلميني، لا تعرفها ولا هي واحده اعلاميه ولا هي واحده بسيطه، كل مشكلتها ان زوجها اتصاب اصابه بين الحياه والموت. وطبعا انا مش هقول لحضرتك ان كان ما كانش فيه داخليه، ما كانش فيه شرطه، مجرد بس ان الوزير، فيعني هي كان ليها دور كبير جدا جدا ان الامور اتغيرت، والحمد لله يعني، بس موضوع ما حضرتك وتعافى والحمد لله، الحمد لله في مكانه. بس يعني ال- 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 الحاجه دي بتبين مدى ان حضرتك قد ايه طيبه، قد ايه مشاعرك كويسه، فده بصراحه جميل، ودين على الدنيا يعني الاسره كلها بجد يعني لحضرتك. وده يمكن انا يعني كنت واتمنى ان دي تتكرر كتير، انا جاي لحضرتك من اخر الدنيا، ولو ال 400 كيلو دول هيبقوا 4000 كيلو بجد مش هتردد لحظه ابدا ابدا يعني. ربنا يكرمك. يعني بس كده حاجه بسيطه برضه، تعليق بسيط كده لحضرتك بكتير بمناسبه الكتابات، يعني والدتي ست طلبت البيت بسيطه خالص، فبقول لها ازاي استاذه فاطمه ازاي ما دخلتش مجلس الشرع؟ قالت لي عارف اقول لك ليه؟ قلت لها ليه؟ قالت لي عشان دي طيبه. هو الطيب ما بيخشش. قالت لي اصل هي بتتكلم كل حاجه بطبيعتها، فبس يعني ايه حضرتك بتقولي انا مش سياسيه، بس عايز اضيف فيها جزء كمان ان حضرتك طيبه، حضرتك بطبيعتك. الحمد لله. وده احنا لمسناه، انا اسرتي دي لمستها. الحمد لله. مش عايز اقول لحضرتك انت بالنسبه لنا ايه في الاسره كلها. ربنا يخليك. ده انا لازم طبعا ربنا فوق الكون، ربنا يجعلك سبب. الله يخليك. فدي انا دي حاجه تحياتي لاخوه حضرتك ومرات اخوه ومامتك، وان شاء الله بجد بجد هاخد رقمكم، ولو نزلت اسكندريه لازم اجيلكم. يا ريت ده يشرفنا. وحضرتك كنت وعدتي زوجة اخوك انها هتنزلي اسكندريه، بس حضرتك طبعا لمشاغلك والظروف اللي مرت في البلد، فربنا يكرمك. ربنا يخليك. تحياتي لهم جميعا، ومسي على مجيئك، والله ده فوق راسي المشوار الطويل. انا لو هاجي ماشي على دماغي. الله يخليك. الله يخليك. مفيش جزء صغير من حضرتك واللي انت عملتيه. تعيش. والافضل من كده يا جماعه والاجمل ان اللي اتعمل ده عشان هي مش عارفه حد. مش عارفه، بس دي مجرد ان بني ادم اتاثر بقصه او بحاجه واقعيه، وفي وقت كانت يعني منتهى الجرأه والقوه منها ان هي تقف وتساند ضابط شرطه. كان كلمه ضابط شرطه دي كانت كلمه كانت في فتره ان كله القتل المتظاهرين وكل الضباط الكبار على راسهم الوزير كله كان محفوظ، فكون ان حد يوصل بيه القوه او الشجاعه انه يتكلم على ضابط وظروفه ويظهر قضيته، انا عايز اقول لحضرتك دي كان ليها صدى يعني الحمد لله. ربنا انا بقول لحضرتك ربنا جعل حضرتك سبب. ربنا يخليك. لان الدنيا اتغيرت، وهو نفسه المصاب ده يعني رجعت له البسمه، حس ان حد بيسال عليه، حس ان طبعا هو جه دعم وجه امور كتيره، وبرضه حضرتك الحمد لله ربنا جعل حضرتك سبب ليها يعني. بس الاساس اللي انا عايز اطلع بيه هو طيبه حضرتك. ربنا يخليك. وذوقك بصراحه ومشاعرك الجميله الرقيقه يعني. الله يخليك يا رب. هاجي لسؤالي بقى لحضرتك. انا طبعا انا مهندس كهرباء على فكره زي كل حضرتك. احنا طبعا انتوا المثقفين الادباء، احنا الناس البسيطه، انا مش هقول انا المثقف، انا تلميذ الاديب او تلميذ المثقف. انا شايفه حضرتك احنا دورنا ايه؟ يعني بلغه الهندسه كده في الديفيشن في الاخلاق اللي عندنا، الحيود او اللي احنا شايفينه ده. يعني حضرتك انت بتقومي بدورك، طب احنا حلقه الوصل بيننا وبين الناس البسيطه، انا برضو واحد منهم. شايفة حضرتك احنا ممكن يكون دورنا ايه؟ تمام. احنا ممكن نعمله. حلو قوي السؤال. الفترة اللي احنا فيها دي بالذات، الفترة دي يعني مش هقول لا اخلاق، انا بقولها ديفيشن كده بلغة الهندسة، حضرتك تعرف كده طبعا ان احنا حدنا عن الطبيعي، لان دي مش طبيعتنا. للاسف احنا صحيح اكتسبنا يعني مش هقول بقى مساوئ ولا مكاسب في الثورة، طبعا هي ثورة وكانت حاجة جميلة، بس للاسف اللي ظهر قوي هو المساوئ والعيوب. واهم حاجة اكتسبناها هي اللا اخلاق اللي احنا بنشوفه في كل حاجة. بس لا سؤال محترم. لا بس عايز احتفظ بالورقه اللي انت عملتها دي، يعني الورقه ما بحب بس اسكندريه بتحب دي، انا احتفظ. حاضر يا فندم. بس كل الناس بتحب تروح بس. الله يخليك. الله يخليك. بس
يعني الحقيقه اللي قاله ده جميل قوي حقيقي. وانا النهارده يعني هبعت لك المقاله في على البوكس، ابعت لي بس عشان اعرف البوكس بتاعك وابعت لك المقاله. كانت في اليوم السابع اظن. اليوم السابع. طيب احنا بدايه الحصل هذا الحيود عن الحق والجمال والخير وكذا، وحصل من منتصف السبعينيات، هي مصر يعني مرت بمنعطفين خطيرين في الاخلاق وفي المنظومه الجماليه وفي الذائقه البصريه والذائقه الفنيه الى اخره والاخلاقيه طبعا، في نقطتين خط الزمن في ال 100 سنه الاخيره، منتصف الخمسينيات منتصف السبعينيات. باشمهندس محمد انا بقى. يا مايكي مش معقول يا مايكي. ايه يا مايكي؟ ايه؟ طيب ما هو انا بجاوب على سؤاله. ف الرده الحضاريه والحيود بالتعبير الهندسه الاخلاقي والذائقي حصل في نقطتين في الزمن في مصر، منتصف الخمسينيات بعد اربع خمس سنين كده من ثوره يونيو و 23 يوليو ومنتصف ثوره 52 يعني، ومنتصف السبعينيات بعد موجه الانفتاح والنفط اللي ظهر في الخليج، فبقينا نسافر نعطي علمنا وخبرتنا وكذا، سافرنا مهندسين واطباء وعلماء وعمال وكذا وكذا في كل التخصصات ومدرسين، ورجعوا بافكار لا تشبه افكار اقصائيه وافكار وهابيه لا تشبه المجتمع المصري. الردتين الكبريين دول حصلوا هما مش بس ثوره يعني مش بعد الثوره لا احنا الحقيقه الرده دي حصلت في منتصف ده وبدا والانفتاح بقى. الانفتاح عمل ايه؟ الانفتاح خلى ان اللي معاهم فلوس هما الطبقه معينه، كل احترامنا للطبقه دي ولكنها هي التي سيدت او خل من السياده يعني ذائقتها، فرضت ذائقتها، فبقت مسرح هبط والفن هبط والموسيقى وبقى الموسيقى والفنانين والمعماريين كمان، بما ان مازن موجود ومازن معماري جميل على فكره وفنان وموهوب قوي يعني، وهو دلوقتي يعني معيد في هندسه مستقبل ومعماري زي باباه وزي، بس هو بقى طبعا فنان زي بابا. والمعماريين وغيره الذائقه التي سادت في الوقت ده في ذائقه الانفتاح اللي معاه فلوس. فتلاقي بقى العماره على فكره العماره مش لان معماريه بس، هي العماره دائما ليدر في كل الفنون. يعني ما بعد الحداثه ظهرت في العماره وبعدين ظهرت في الفنون كلها. الحداثه ظهرت في العماره وبعدين هي دائما الليدر اللي بتقود. فانت عايز تشوف مجتمع يحكم على العماره بتاعته. الاركتكتشر بتشوف الاركتكتشر في روسيا تعرف اذا كانت الناس فظاظ ولا رائيين ولا كده، تشوف في فرنسا تعرف، تشوف في المجتمع. فانت لقيت بعد كده ظهرت بقى العشوائيات المعماريه، الالوان الملخبطه والبامبا مع الفوشيا مع البتاع مش عارف، لان هو اللي معاه فلوس عايز كده يروح يعمل. وتريفت المدينه وتمدد الريف، لم يعد هناك ريف زي تقول الريف الانجليزي كده، تشوف الريف ريف الهولندي، تستمتع لما تروح تشوف الريف في اوروبا. دلوقتي انت ما بقاش عندك ريف، الريف تمدد اتملت بقى بالاسمنت والمش عارفه ايه، والمدينه تريفت بقت فيها فراخ ماشيه في الارض وكذا وكذا. فهذا المجتمع كله اتضم، المسخ اللي احنا بنقول عليه معماريا وفيجوالي وبصريا اصبح مشوه، وده انعكس بقى على كل حاجه، على الاخلاق وعلى الازياء وعلى المعجم اللي بنتكلم بيه. شوف الافلام زمينه زمان يقول لك يعني مساء الخير ومش عارفه ايه يا نينا والحاجات دي والرقي يقول لك اذا سنتقم وحاجات كده، وشوف دلوقتي الناس بتتكلم ازاي. مش هم مش بيتكلموا بلغه منشيه، هو بيتكلم باللغه بتاعته اللي كان فيها يسمع ام كلثوم، كان البواب حارس العقار يسمع ام كلثوم هذه ليلتي ويسمع نهج البردة ويستمتع ويفهمها. دلوقتي طبعا الدنيا اختلفت. فهي الردتين يا استاذ باشمهندس محمد حصلوا في اللحظتين دول، وما زالت الكيرف نازل. عشان كده احنا فرحنا ب 25 يناير وقتها، ان انا افتكرت ان احنا هنعمل ثوره ثقافيه. افتكرت ان 25 يناير لما نزلنا فيها وبحب وبراءه، كنا نازلين ببراءه، فاهمين ان هو فعلا احنا
بنعمل بنكتب صفحه جديده في تاريخنا وهنبقى بقى متحضرين وكذا وكذا، ونزلنا بهذه البراءه نحمل احلاما كبيره جدا. ويوم ما حصل ده و11 في بتاع قلنا خلاص احنا وال18 يوم فاكرينهم وفاكرينهم عايشناهم ازاي، كنا بننظف الشوارع مش عارف ايه، وافتكرنا ان الدنيا، لان انا تخيلت انها بالقياسات التاريخيه البسيطه الرياضيه اللي انا مذاكراها ان الثورات تعقبها ثورات ثقافيه. فالثوره الثقافيه يعني هنبقى الرينيسانس، في عصر رينيسانس او نهضه جايه. ففوجئت اللي انت شفتوه بقى ان ال واقعة 19 مارس ايوه سرقت، بدات الثوره تتسرق من 19 مارس الى اخره لغايه ما اللحظه اللي انتم شفتوها حتى الان لم تقم هذه الثوره الثقافيه. والثوره الثقافيه مش معناها على فكره موسيقى وتشكيل ونحن، لا، ثوره ثقافيه اخلاقيه في الاساس. نحن بحاجه لثوره اخلاقيه. يعني ايه اخلاقيه؟ يعني يكون ما يكونش الاخلاق شكل. بقالي نص ساعة ما كلمتوش فقلق عليا. فالثورة الأخلاقية، الثورة الثقافية معناها ثورة أخلاقية، يعني نعود للأخلاق الحقيقية بتاعت زمان. ستينيات كانت المرأة بتبقى لابسة لبس عادي، وأنا جدتي كانت بتلبس ملابس أوروبية وحاجة 14 مرة 14 حجة و70 عمرة مثلا، وحافظة القرآن وبتصلي وبتعمل شنب كريسمس في راس السنه، كانت اكبر شعوب بتتبارى هي وجارتها مين اكبر شجره كريسماس، وتصلي الصلاه في صلاتها وحافظه القران وتعزف بيانو وتحفظ شعر كل ده مع بعضه هو ده الحقيقي، التدين الحقيقي، مش الشكلي، مش التدين المسخري ان انا البس زي معين واخلاقي مش جميله او اقعد اردد 70 مره في اليوم 73 الف مره سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، وبعدين اخرج ارتشي ملايين زي ما بتشوفوا، ولا اروح احج واعمل كذا وانا مخبي ملايين الدولارات في تحت السرير. اللي انتم بتشوفوه ده هو ده، اصبح الموضوع سهل قوي، التدين الشكلي زي القرون الوسطى بالظبط بالظبط. احنا بنعمل نفس اللي عملوه القرون الوسطى في الكنيسه الكاثوليكيه، الثقوب الغفران، اعمل الذنوب زي ما انت عايز وتعالى لي انا بابا كاثوليك ميرسي اشتري مني صك غفران اغفر لك، عملت ايه غلط النهارده يا ابني؟ عملت كذا، خلاص يا حبيبي هات فلوس وخد صك غفران غفرنا لك ذنبك. تحب تشتري حته في الجنه؟ الجنه بتاعتنا، ويبيع لك حته في الجنه، وكان الناس بيبيعوا نحاس بيتهم وعفش بيتهم عشان يشتروا قطعه في الجنه، لغايه ما جه واحد اسمه مارتن لوثر، يا جماعه اللي ده بيضحكوا عليك، يقولوا لا انت كافر، زي ما بيقولوا لنا كده، يا جماعه دول بيتاجروا بالدين، لا انت كافر، ما هو اصل الانجيل ما كانش مترجم للالماني. فكان المواطن الالماني مش عارف يقراه، فكان بيصدق كلام الكهانه والبابا، كان يقول له الدين كده فيه ثقوب غفران مكتوبه في صفحه 15 فيقول له فيصدق، المكان مكتوب باللاتيني لغه النبلاء يعني. فمارتن لوثر قعد يعلق ورق على باب الكنيسه 99 ورق 90 منشور، البابا بيسرقكوا يقطعوا البابا كده اخضر دم البابا. قام خده الملك النمسا خباه في برج عشان ما يقتلوش 9 شهور، قعد ترجم الانجيل للالماني، فكل المواطن الفقراء والبسطاء بيعرفوا يقروه بلغتهم، فعرفوا ان هو بيتحكم. قبلها عمل ايه؟ قال لهم ما انتوا بتشتروا صكوك جنه يا هبل، ما فيش حاجه اسمها شراء جنه، قالوا لا انت اللي عبيط مش عارف حاجه. قام راح للبابا قال له بابا عايز اشتري النار، انا دهبل، قال له عايز اشتري جهنم، قال له ده بتشتري جنه يا ابني انت بتشتري جهنم، قال له انا عايز اشتريها مالكش دعوه، فاشتراها بثمن بس. وطلع الناس قال لهم يا جماعه انا اشتريت النار ومش هدخل فيها حد، مش هدخل فيها حد. قام الناس اتطمنت وبور بور تجاره البتاع مش هيدخل فيها حد، فكانوا كده بيضحكوا على الناس. نفس اللي بيحصل، ما هو هو بيحصل دلوقتي برضه بالظبط، بيحصل دلوقتي بقى على شكل مختلف. ف ايه اللي هو بقى تديننا كده دلوقتي؟ سهل قوي، سهل جدا، اعمل كل اللي انا عايزه واروح احج ب 7 8000 100000 جنيه في فندق 5 ستارز وارمي الشيطان بالحجاره والف واطوف والى اخره، رجعت يعني مش ممكن قد كده. الناس بتسخر من علاقتها بربنا، وبتسخر بفكره الفضيله، وبتسخر بفكره الحق والعدل والجمال بهذا الشكل، اعمل كل اللي انا عايزه. زي اللي اتجوز 49 بنت
فاكرينه؟